سجلت بلجيكا 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4937 حالة. وقالت وزارة الصحة العامة البلجيكية إن معظم المصابين كانوا قد سافروا مؤخرا إلى إيطاليا، مضيفا أن الحالات التي ظهرت في بلداننا أو في بلدنا كانت بسبب عدوى، فغالبية الأشخاص المصابين ينقلون المرض إلى أفراد الأسرة والأشخاص المقربين منهم. للمزيد من المتابعة حول الوضع في بلجيكا ينضم إلينا من بروكسل السيد يوسف عبد القادر الكاتب الصحفي. سيد يوسف، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. تداعيات وما هي الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة في بلجيكا للحد من انتشار هذا الوباء؟ مساء الخير. الاجراءات دايما في زياده ودايما بتكون بحزم اكثر، تدخل الشرطه والحكومه البلجيكيه، المركز الامن القومي البلجيكي دايما في انعقاد ان احنا نقدر نتخطى هذه الازمه، وان دايما يكون في على ارض الواقع دايما في تدبيرات امنيه في زياده. يعني في الوقت الحالي ممنوع تواجد اي شخص إذا كانوا مش من نفس الأسرة إنهم يتواجدوا في الشارع. الشرطة بتمنع دخول بعض المدن البلجيكية، من على حدود هذه المدن في الطرق السريعة بيتم توقيفهم ويرجعهم من حيث أتوا. وفي نفس الوقت في دايما إجراءات دايما متشددة، يعني على سبيل المثال بدأت المحلات الكوافيرات الحلاقة بعد ما كان مصرح لهم باستقبال شخص واحد، نعم، تم منعهم تماما وغلق المحلات، وفي زيادة في كل الإجراءات الأمنية. طيب سيد يوسف، يعني برأيك هل سيعود العالم كما كان قبل هذه الأزمة، أزمة كورونا، أم برأيك سوف تتغير أولويات الحكومات بشكل عام؟ أكيد طبعا أولويات الحكومات كلها تتغير، وهي الأزمة دي أزمة كبيرة ولازم العالم كله إن هو يتحد إن هو يلاقي حلول ليها. خاصة في بلجيكا احنا تم التصريح من وزيرة الصحة ان الازمة ممكن تزيد اجراءات الحجر الكلي اللي هو الاقامة في المنازل لشهرين كمان. يعني معنى كده ان احنا فقط بدأنا باسبوعين، وبعد الاسبوعين بتصرح احتمال كبير ان احنا تزيد لمدة شهرين. وفي نفس الوقت يعني نصحت بعدم حجز اي رحلات سفر في الصيف، خاصة بلجيك معروفين ان في الصيف برحلاتهم السياحية خارج بلجيكا بتكثر. ففي تخوف كبير ان بعد ما بلجيكا ممكن حتى لو مرينا بالازمة اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحالي، نعم، وبعد شهور بدأ يسافر البلجيك او المقيمين في بلجيكا خارج بلجيكا سواء في اسيا او في افريقيا، ان هم ممكن يرجعوا تاني بالفيروس وتبدا المكافحه الفيروس ماشيه في نفس الدائره بدون اي تقدم. هل يعني ما يحدث سيد يوسف الان في العالم، يعني العالم لم يكن مستعد لمجابهه هذا الفيروس، يعني الذي اسماه بعض رؤساء الدول هذا عدو خفي، يعني برأيك كيف استعدت بلجيكا لمواجهة هذا الفيروس؟ يعني هل البنى التحتية الصحية في بلجيكا وفي بروكسل جاهزة لاستقبال هذه الأعداد، أم يعني سوف تواجه ربما يعني مصير ما يحدث في إيطاليا؟ هل اتخذت من الصين درسا، أم يعني ماذا يحدث في بروكسل تحديدا؟ لو اتكلمنا عن المستشفيات، هي المستشفيات مجهزة بغرف العناية المركزية مثلا لا يزيد عن 35 غرفة في الظروف العادية اللي بنمر بيها، مش الفيروس كورونا. فيروس كورونا محتاج استعدادات أكثر، نعم، للأسف احنا ما عندناش الاستعدادات دي كلها. وبدأت بعض المستشفيات تعمل بعض الحملات بره لأن خايفين ان هم يكلفوا الحكومة بمبالغ زيادة عن الطاقة المالية بتاعتها، فبيفكروا ان هم ازاي في حملات دايما تبرعات، ان هم ازاي يقدروا يساعدوا باجهزة تنفس باماكن عناية مركزة اخرى. في ناس بتطالب احتمال فتح مستشفيات مؤقتة. يعني في كل يوم في اجراءات جديدة، وفي كل ساعة في دايما اخبار جديدة، خاصة في بروكسل.
يعني البعض يقول أن هذا الفيروس كشف الوجه الآخر لبعض الحكومات، تعقيبك على مثل هكذا طرح سيد يوسف، وكيف من الممكن أن تخرج الدول الأوروبية من هذه المحنة في أسرع وقت ممكن؟ طبعا هي لن تخرج إلا بأن هم يتحدوا بشكل جاد كحكومات أوروبية، وليس بالتعامل بشكل فردي، لأن طول ما أوروبا ماشية بشكل فردي وكل حكومة بتاخد إجراءاتها الداخلية هيبدأ مش هيكونوا بنفس القوة اللي هي قوة الاتحاد الأوروبي، لأن المفروض في الوقت الحالي الأزمة اللي بتحصل في أسبانيا أو في إيطاليا والعدد الكبير جدا من الإصابات والحالات الوفاة مش متواجدة في كل الدول الأوروبية الأخرى، يعني المفروض اللي كان يتم إن هم يتحدوا أكتر، المفروض الأزمة دي تقرب الاتحاد الأوروبي إن هو يواجه المشكلة كاتحاد وليس كشكل فردي. يعني تتفق سيد يوسف أخيرا مع طرح أن هذه الأزمة كشفت ربما وجه آخر لبعض الحكومات؟ أكيد طبعا، نعم. كل الأزمات هي اللي بتوضح الحقيقة. نعم، السيد يوسف عبد القادر الكاتب الصحفي، كنت معي هاتفيا من بروكسل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الجولة من الآن، وفي الختام رجاء حرصا على سلامتكم ابقوا في منازلكم.